كثرت الأسئلة حول الأناشيد الإسلامية التي أصبح الشباب يستمعون إليها بكثرة، فما رأيكم في ذلك؟ أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، وأن ولا سيما الآن الموجود في الساحة الآن فإن أناشيد مطربة فيها تأوهات تشبه تأوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعتها، حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد لك يتأوه مثل تأوهات المغني لا فرق. وحتى إن قيل لي إن بعضهم جعلوا معها مزمار، وبعضهم أيضا أناشيد في المولد، هذا أعظم وأعظم والعياذ بالله، وصارت فتنة. والأناشيد الجماعية لو سلمت من التأوهات والمزمار وكذا فهي في مشابهة للصوفية، الصوفية هم الذين يتعبدون بالأناشيد. ثم أيضا الأناشيد الآن فيها طرب، لأن اللي يسمع الأناشيد حتى ولو كانت يعني مفيدة معناه ما يتأمل المعنى ولا يتدبر، إنما يتأمل يتلذذ بالصوت، متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت فقط، لا يتأمل المعنى.